يعني مستر ديلان كير المدير الفني الأسبق لنادي سيمبا علشان نعرف منه. يعني الأول بنرحب بمستر ديلان على شاشة قناة الأهلي. Good evening everybody. مساء الخير للجميع. مستر ديلان، أنت من المدربين اللي اشتغلوا في تنزانيا وكنت مديرا فنيا لسيمبا قبل عدة سنوات. الأجواء في سيمبا في تنزانيا، الحضور الجماهيري، الأجواء الفنية، هل تساعد المدربين الأجانب في العمل تحت إدارة سيمبا في تنزانيا؟ وكيف ترى سيمبا في التوقيت الحالي بعد مرور عدة سنوات على توليك المسؤولية قبل ذلك؟ حسنا، سيمبا لديه قاعدة جماهيرية مجنونة بالطبع كما الحال للأهلي في مصر، يحبون النادي بشكل كبير. يمكن أن تقول أنهما أكبر ناديين في مصر وفي تنزانيا، لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. يوجد فقط فريقان في تنزانيا، يانج أفريكانز وسيمبا، فبالتالي الجماهير مجنونة بكرة القدم هناك، وكما هو الحال بالنسبة لمصر. الفرق تتطور، الفرق تزداد قوة، لديهم رؤساء أندية، رجال أعمال أغنياء جدا. منذ عام 2016 قد استثمروا خلال السنوات الماضية، فالآن سيمبا يؤدي بشكل رائع في دوري الأبطال، وأيضا يانج أفريكنز قد تأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية في العام الماضي، ستكون أجواء صعبة للأهلي إذا لعب أمام سيمبا الآن في تنزانيا، لأن سيمبا لديهم عقلية جنونية بالنسبة لناديهم. وحينما سيمبا يأتي إلى مصر أعتقد أن الأمور ستكون أكثر جنونية بالنسبة للجماهير المصرية كذلك. مستر ديلان، لما كان مدير فني لسيمبا كنت بتستعد إزاي لمواجهة الأهلي؟ بالنسبة لي لا أستطيع أن أقارن الأمر بما هو عليه الحال الآن. اللاعبون كانوا جيدين، لا تفهمني خطأ، ولكن كان لدينا لاعبين أجانب جيدين، وفي وقتي كان الدوري لديه متسيد واحد وهو سيمبا. كان يوجد بالفعل ثلاث أندية قوية مع عزام ويانج أفريكان وسيمبا، ولكن سيمبا كان متسيدا. المنافسة كانت دائما مع عزام وبالطبع يانج أفريكانز، ولكن الآن الفرق كلها ازدادت قوة، لديهم خبرة أكثر ولاعبون ذوي خبرة أكثر، لاعبون محترفون على أعلى مستوى، والأمر أكثر تنافسية الآن. الأجواء رائعة، الإقامة والتدريبات، الرحلات لخارج تنزانيا، نستطيع أن نرى الآن الفرق تفوز بالكثير من المباريات خارج أرضها. حينما كنت هناك الأمر اختلف كثيرا، وأعتقد أن هذا هو سر نجاح سيمبا. أعتقد أن هذا هو الأمر الهام في السر وراء نجاح سيمبا في السنوات الأخيرة. أعتقد أن ملاك الأندية والمستثمرون وأيضا اللاعبون الذين تم استخدامهم ساعدوا أيضا، قد نقلوا الكرة التنزانية لمستوى آخر. أعتقد أني كنت في عام 2015، ولكن من يعرف، ربما سيمبا الآن يمكن أن يكون متسيدا أكثر خارج تنزانيا في الكرة الإفريقية كذلك. طيب، عندما كنت تستعد لمواجهة الأهلي، أكتر النقاط اللي ممكن كنت بتحذر فيها لعبتك من مواجهة فريق بحجم الأهلي بطل إفريقيا وصاحب التاريخ الطويل في القارة الإفريقية، النقاط اللي ممكن تحذر فيها لعبتك، النقاط اللي ممكن تركز عليها؟ أنا كنت أشاهد كرة القدم في مصر، وخصوصا أمام سان داونز، كنت هناك في بريتوريا وقد شاهدت المباراة. أستطيع أن أرى الضغط الذي يمثله النادي على الأندية التي تنافسه، وسان داونز قد استطاع أن يتعامل مع هذا، ولكن
ولكن الأندية الأفريقية تتعلم تتعلم والشخصية شخصية الأندية الأفريقية تتغير. الكثير من الأندية وخصوصا أمام الأندية المصرية خلال السنوات الماضية، أعتقد أن القوة البدنية للاعبين المصريين عامل مهم، ولكن في جنوب أفريقيا وتنزانيا قد تطور هذا الأمر، أصبحوا محترفين جدا، أصبحوا محترفين لمواجهة الفرق المصرية. فالكرة المصرية لديها لاعبون متعلمون، لديكم مدربون متعلمون، لديهم خبرات جيدة، يعرفون ماذا يريدون من المباراة، يقاتلون كأنهم في معركة، وينقلون المباراة لمستوى آخر. أنا لاحظت خلال السنوات الماضية الكثير من الأندية الجنوب أفريقية قد تعلمت هذا وتحسنت وناسبت وأصبحت مناسبة لمواجهة فرق كبيرة كالأهلي. كسان داونز الآن هو رقم واحد في جنوب أفريقيا، وقد أثبت أنه يستطيع أن يتغلب على الأهلي بقراءة هذه الطريقة. مستر ديلان، في أسماء معينة من لاعبي النادي الأهلي ممكن يتذكرها كان بيعمل حسابها في الملعب، ولا مش فاكر أسماء لعيبة في الوقت اللي أنا بسألك فيه دلوقتي؟ ربما لم ربما بيرسي تاو الآن، ولكن بيتسو موسيماني قد استطاع أن يخلق حالة، وقد أقنع بالفعل بيرسي تاو. أستطيع أن أقول أن بيرسي تاو الذي انتقل من الدوري الإنجليزي للكرة الأفريقية كان لديه رؤية خاصة باللعب الجنوب أفريقي. أستطيع أن أقول أن في مباراة سان داونز أستطيع أني رأيت لاعبي خط الوسط في الأهلي، والآن لديكم لاعبين خط وسط جيدين، إمام ومروان، لديكم فريق جيد. شخصية الفريق الآن انتقلت بفضل جودة خط الوسط في النادي الأهلي، والآن حتى في سيمبا خط الوسط استطاع أن يجعل الفريق في مستوى جيد، وخصوصا الظهير الأيسر المدافع حسين هو الكابتن، لديه الجودة القدم اليسرى، جودة الهجومية، يستطيع أن يلعب جيدا أمام الأهلي. كما قلت، المباراة على أرض سيمبا تكون صعبة. أعتقد أن الأهلي سيكون جاهزا بشخصيته، ومن سيواجه هو استطاع أن يسيطر على الكرة في إفريقيا وأن يثبت أفضلياته على أندية جنوب أفريقيا الأقوى في القارة بعد الأهلي. مستر ديلان كير، المدير الفني السابق لفريق سيمبا التنزاني، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة جدا. مدرب سيمبا قبل حوالي 8 سنوات واجه الأهلي قبل كده في دوري أبطال إفريقيا، ولكن طبعا الوضع دلوقتي اختلف في سيمبا التنزاني. طيب.